وكنت في داري نكتب ساعة ساعة، ننبه ساعة ساعة، وباتصالات غير مباشرة ننبه. أنا عمري ما تخليت عن النظام. راني نقول، أنا نقول باللي البلاد في حاجة إلى شيء جديد. الشعب اللي خرج يوم 22 فبراير أعطانا فرصة، أعطى فرصة للنظام، أعطى فرصة للبلاد باش تدور الصفحة تاع 30 سنة من الإرهاب. مازال الإرهاب للضرب 30 سنة، مازلنا 30 سنة تاع رشوة. قال لهم أولدي نعطيكم فرصة ندوروا الصفحة، نسمحوا للناس نعاودوا نبنيو شي جديد. اللي دار بزاف نقدروا نعاقبوه، اللي دار شوية قال اسمع رد والله نعفيو عليك. مش مشكل، مشكل قدام البلاد. كاين بلاد اسمها الجزائر، كاين فيه مشروع سميوه مشروع الجزائر، مشروع الدولة الجزائرية. هذه مع الأسف الظروف اللي رانا فيها اليوم، نكذب عليكم ونقول لكم إذا كان نقدر نحققها بالشروط هذه اللي موجودة. مش كل واضح، أنا ما نيش موالف النافق، أنا عمري ما كذبت على الناس، ما نقولش كل الصح لأن كاين أشياء ما نقدرش نقولها، ولكن الشيء اللي نقوله هو الجزء من الحقيقة، مش كل الحقيقة، جزء من الحقيقة. ولهذا أنا ما نكذبش عليكم، حتى وغدوة راني منتخب بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب رئيس، ما نقدر ندير والو، ما نقدرش نكذب عليكم. بعد ما انتخبوا عليا تقولوا لي واش درت، نقول لكم ما نقدرش. تقول لي علاش غلطت الناس يا محمد، أنا ما نغلطكش من اليوم، أنا على بالي واش يقدر يوقع واش ما يقدرش يوقع. باش يكون واضح معاكم هكا بكل وضوح، جزاكم الله خير، كثر خيركم، جيتوا حتى لهنا، تعبتوا وشقيتوا، كاين اللي جاي من بعيد، كاين اللي جاي من نعرف، كاين بعض الوجوه ما نعرفش الكل، بعض الوجوه نعرفها على بالي منين جايه، من أطراف الجزائر. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، وتمنيت أنني نقدر نلبي لكم الرغبة تاعكم. باش نلبي لكم الرغبة تاعكم لازم تكون حقيقة، ماهوش وهم، كل واضح، ماهوش وهم. أنا ما نقدرش نقول لكم هي هم بعد ما كان والو، ومن بعد ما خلونيش، هم داروا لي صعوبات، كانش. المسؤوليه تكون كامله من الاول للاخر. انا دائما كنت اقول انا مسؤول، حاسبوني، انا اول واحد من طلبت باش نتحاسب، انا اول واحد في الحكومه اللي رحت للمجلس قلت لهم عام من بعد حاسبوني، هذا هو. دونك انا ما نقدرش نقول لكم درك، نوعدكم نقول لكم باللي راح نترشح، هذه ما كانش الظروف يقدر تتغير. الباب مفتوح، انا مناضل، الباب ما يغلقش، المناظر عمره ما يغلق الباب، لان دائما الامل موجود. سيد الرئيس خلي الباب مفتوح الاسبوع الجاي، راح يجيك الشعب الجزائري كله. ماهوش هذا، اسمع اليوم خلينا نمشي جو. ما قلتم هو عين الصواب، انا عندي التجربه تاع 99، نعم، وشفنا بعينينا كيف، تالي ما نعاودوش كره، ما جيناش باش نديروا سياسه، قرر ونحن هنا. جزاك الله خير، جزاك الله خير. الان الوضع اللي رانا فيه، الشباب اللي قاعد يشوف ان الافق تغلقت صح، الافق مغلوقه، وهما يشوفوا لعل تنقد والو ما يمكن انقاذها. انا لو كانت كل الفرصه باش ننقد عمري ما نتردد، راني نقولها لكم، هذا هو الهدف، هذه ما نترددش. انا الباب ما نحتاج باش تجيو تقولوا لي هاري، كي تكون الفرصه ونعرف باللي نقدر ندير حاجه نديرها. سيد الرئيس، امل الجزائري نقول سيد الرئيس، نقول لك الحاجه باك، والله شباب ما عاشوش المرحله تاع، انا عندي مده وانا نحط في الصور وندير في التعاليق، عيطوا لي شباب من البويره مستعدين باش يساهموا، قال لك اذا كان كاين